بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة صوت المظلوم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنعاود نهضروا شوية على المرحوم المغدور المقتول الكولونيل نور الدين العطور. يعني ضروري نطرقوا شوية للمرحومة سعاد وشوية للمرحوم الكولونيل. هذا الكولونيل اللي ما راعاولوش الناس ديالو ولا من القريب ولا من البعيد، اللي مات هاد الموتى بهاد المنظر بهاد الطريقة، يعني مبقاش الأمان في الدنيا، مبقاش الأمان في الدنيا. هادشي اللي غنقول أنا بالنسبة ليا أنا، وكل واحد حر في التعبير ديالو، كل واحد حر شنو كيتأول ولا شنو كيجيه في الضمير ديالو. هاد الكولونيل اللي بنتو دي 6 سنين كتجري على الحق ديال با، بغا تعرف البا ديال باتها الاب ديالها شكون اللي صفاها ليه، شكون اللي قتلو. ولكن كاين شي وحدين الضمير ديالهم حي، يعني باغين الحقيقه، باغين الحق ديال ديك المرحوم، باغين بزاف. ملي خرجت الاخت اسيا، ماشي اسيا، ابتسام، ملي خرجت الاخت ابتسام على منابر صحفيه، ربي عطا خيرو، ربي عطا خيرو، تعاطف معها الراي العام، كلشي ولا متبع، كلشي ولا باغي غير الحقيقه، كلشي ملي عارف الحقيقه عاود بغاو الحق ديال داك السيد اللي توفى بديك الحاله وبداك ديك الطريقه هكاك. يعني عيب وعار على كولونيل يموت بديك الطريقه هكاك، عيب وعار، وما يتنصفش وما يتخذلوش حقه من اللي دار فيه ديك الشيء، عيب وعار، عيب وعار. دابا غنسمعوا الاخ دادي، غنكملوا نيت. هنا اخ دادي ما شاء الله عليه متبع الاحداث وعنده اتصالات وعنده بحكم الخبره ديالو، بحكم بزاف ديال الحوايج. ولكن الاخ دادي تيجري غير على الحقيقه، ما هو مع هذا الطرف، ما هو مع هذا الطرف، ما هو ضد هذا الطرف، ما هو ضد هذا الطرف، هو مع الحق. يعني صوت الحق، صوت المظلوم، بغى الحق ديال ديك الكولونيل اللي هو صديق ديالو، بغى يعرف شكون اللي صفاها ليه. دابا غنكملوا مع الاخ دادي، وتحيه كبيره للاخ دادي، وكنشكرو على الحماس ديالو، واخا خارج ارض الوطن تبع الاحداث، عنده اتصالات، عنده بزاف د الحوايج، وكيجيب المعلومه الاكيده، يعني ماشي بلا 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 بلا. تحيه كبيره ليه. يلا دابا غنسمعوا شنو كيقول، ولا فين وصل القضيه. دائما ماشي بالضروره اننا نخرجوا كل نهار ندويو في هذا الموضوع، يمكن ندويو في مواضيع اخرى، لان المواضيع كاينه ماشي ناقصنا. اذا مرحبا بكم، انا كنشوف التعليقات ديالكم مزيان، غادي نشوفوا الصوت واش عندنا من طبيعه الحال، اكيد غادي يكون صوت. اهلا وسهلا. اذا الصوت كاين، اذا مرحبا بكم ايها الاخوان والاخوات، شكرا لكم. شكرا زينب، توحشناك، بارك الله فيك. سعيد، كل الاخوان، نجاة، هذه المعنيه بالامر حتى الساعه مازال ما استدعاش سيدي القاضي على حسب علمنا. الى حد الان مازال ما كاينش استدعاء ديال السيده اللي اتصل بها، او اخر اتصال على ما يبدو في القائمه ديال الاتصالات اللي جرات من الهاتف ديال المرحوم. غنجيو نستعرضوها هكذا في الساعات الاخيره، غنجيو نستعرضوا هاد الاتصالات اللي قليل اللي ركز عليها، ومن بعد غندوزو لمواضيع اخرى. اذا سيدي القاضي، انا لا ادري اذا كان السيد القاضي ديجا استدعى هاد الناس، لكن اللي في علمنا ان ما استدعاهمش. اتمنى ان اخطئ، اتمنى ان تكون المعلومه ديال عدم استدعاء القاضي لهاد الاشخاص خطا ومعلومه غلطه، اتمنى. واذا لم يقم بذلك
فالسؤال العريض الذي نطرحه ويطرحه الجمهور والمتتبعين والمهتمين بهذه القضية، لماذا؟ فمعروف بأن في الإعلام غالبا يعني تطرح الأسئلة، لماذا؟ كيف؟ كيفاش؟ علاش؟ وهنا كاين صراحة بزاف ديال علامات الاستفهام اللي غادي نديرها، وغادي نوقف وغادي نرجع معكم لواحد البناء ديال واحد الشوية، واحد الطرف صغير كيتعلق بالمكالمة الهاتفية من الهاتف، ولا أقول أن اتصل هو المرحوم من الهاتف ديال المرحوم. عندنا مكالمات عدة في هذيك الساعات الأخيرة أو في الساعة الأخيرة، تبعوا معايا مزيان وبعدها نرجعوا للتحليل. احنا متبعين. كاين اتصال واحد من الأقارب ديال المرحوم، الأقارب ديالو من جهة الأب ديالو والأم ديالو، وهذا عرفت بأن استدعاه القاضي. كيقول بأن اتصل به المرحوم مع جوية ديك الخمسة والربعة ونص الخمسة، باش من حنا ما نحبسوهاش حيت عرفتنا ما شدوش دقائق، الربعة ونص الخمسة مزيان. إوا هادشي راه باين، راه كاينة مكالمة اللي كاينة موراها ديال السي طارق، السي طارق دغمو، حيت كاينة دغمة دغمتي وكاين دغمي، عقلوا على هاد الكلمات راه نحتاجو لهم من بعد. دغمي السي طارق دغمي ودغمتي هما البنات، دغمو اي مذكر ودغمتي البنات، هادشي غنحتاجو ليه من بعد في حلقه اخرى. اذا قلنا الاتصال الاول او في الساعات الاخيره مع الخمسه، حنا نخليو الخمسه، الربعه ونص الخمسه، نقول غير خمسه. لان سي طارق كيقول لك اتصل به مع الخمسه 25، تبعوا معايا مزيان. الساعه من بعد اي الساعه 6، زوجة قالت للناس اللي حاضرين العزو بأن اتصل بيا جوية 6 وشفت التليفون ولحدو. شحال وصلنا؟ 6 46 دقيقة كيجي في المحضر ديال المعاينة أن تلقاو الشرطة مكالمة هاتفية أو الإعلان على شي حد علمهم، ما كان وصل لهذا الحد شكون. شي حد علم البوليس اتصل الو السلام عليكم بوليس كاين واحد السيدة هنايا. 46 دقيقة، 46 دقيقة عقلتوا بأن كاين الشهود وكاين بعض الشهود اللي شافوهم من ورا هادشي باقي في بلاصة أخرى ماشي بلاصة السيدة، هادشي راكم فهمتوه. ولكن آخر مكالمة جرات من الهاتف ديال المرحوم بالتأكيد كانت للسيدة اللي قالت أنا شاهدة وشايفة كل شيء، وإلى حد الساعة اسمح لي السيد القاضي لم يتم استدعاؤها بعد، قالت على أنني بيت هنا وشاهدة على كل شيء في فيديو مصور ماشي كان في داري. زوجة ديال الربيب حيت هكذا قدمت نفسها في الفيديو اللي سجلوا المهداوي في الدار ديال الحاجة فاطمة، قالت أنا شاهدة على كل شيء، أنا بيت هنا وشاهدة على كل شيء. معلومات اللي عندنا ومن مصادر جد موثوقة كتقول بأن آخر مكالمة من هاتف المرحوم كانت لهذه السيدة اللي كانت تكلم عليها حوالي الساعة 7، ماشي كنقول لكم هو عيط، هو راه مات ديك الساعة الله يرحمه ربع ساعات. من المتصل من الهاتف ديال المرحوم؟ وأشنو التقالي المعنية بالأمر؟ أي السيدة اللي اتصل بهذا التليفون ديال المرحوم وي. أشنو التقاليها؟ وشحال دامت المكالمة؟ حيت تم اللي كان جيو هذه بلا ما نقولها في الحقيقة، خليهم يسمحوا لي أربع مرات شي حوايج ما كنبغيش نقول. لا باقي ما استدعاش، هذاك باقي ما استدعاش، سمحوا لي لا كنفكر في الحاجة. تعال نقولوا علاش ما نقولوهاش، نقولها. السي طارق ملي اتصل به
شحال هما عدد الثواني ديال هذه المكالمه؟ شحال دارت؟ حيت المكالمه الهاتفيه كما كتعرفوا نقدر نتصل بواحد، الو فينك؟ اشنو كدير؟ يلا بالسلامه. غتكون دازت 10 حتى 15 ثانيه في هادشي اللي قلت. ولكن الى المكالمه دامت اكثر من ذلك فقلنا بزاف ديال الكلام. وي نفس الشيء بالنسبه للاتصال اللي كان هو الاخير في التليفون ديال المرحوم. وي. اخر مكالمه دارت في التليفون ديال المرحوم قبل ما يطفى مع السبعه ديال الصباح. وي قبل ما مزيان قبل ما يطفى مع السبعه الصباح كانت هذه هي اخر مكالمه مع زوجة طارق، السيدة اللي كتسمعوها في الفيديو ديال المهداوي كتقول انا بيت هنا وشاهدة، اللغة العربية شاهدة على كل شيء، ماشي غير شوية، على كل شيء. انا اسال السيد القاضي او نرجو من السيد القاضي قاضي التحقيق او كنسالو هل السيد قاضي التحقيق استدعى هذه السيدة للاستماع إليها والاستماع للشهادة ديالها؟ وي سؤال في محله. أنها قالت أنا بيت هنا وشاهدة على شاهدة على كل شيء. كل شيء شي شوية كل شيء. وملي كندخلوا في هذا الموضوع ديال الشهود ما إلى غير ذلك كنطرح واحد السؤال آخر. سؤال لماذا استدعى السيد القاضي زوجة أو أرملة المرحوم بصفتها شاهدة عادي ملي كيموت شي واحد كيبداو بدوك المقربين، عايش دخل معاش خرج فين كان اش قال اش طرا كيبحثوا. لكن إذا كان السيد القاضي التحقيق استدعى الزوجة كشاهدة لماذا أو نقول هل استدعى باقي أفراد الأسرة ديال المرحوم؟ أي بناته بجوج اللي في فرنسا واللي كاين. أنا نحبسو هنا نرجعو لواحد الملف. إلا كنتو عاقلين حتى على مولات خيزو كانت حتى هي غير شاهدة في الملف ديال المرحومة زينب أختها إيمان، كانت هي غير شاهدة وفتلي طلعت هي مولات المصائب كلها، هي مولات كل شيء. كملوا مع الأخ دادي غير نوير اللي فرنسا لا طارق وزوجة طارق وكل من كان يتواجد بذلك البيت. انا كاين اشخاص اخرين ما تكلموش عليهم، غيجي الوقت اللي غنتكلموا عليهم اللي كانوا في هذيك الدار. اذا كان ان القاضي هادشي كنهضروا بيناتنا كنتذاكروا حيت الراي العام خصو يعرفوا بيان سور. ومن بعد غنرجع للتحليلات ونرجع للتعليقات ديال المواطنين. وي سولتوني بزاف وكتسولوا في الغياب وفين كذا، كنا خدامين خمرات زعما حيت شويه ديال داك الشيء راكم عارفين، ولكن راه خدامين. فالسؤال اللي كطرح نفسه او الاسئله اللي كطرح نفسها جميل ان وطبيعي جدا ان القاضي او المحققين او الناس اللي معنيين بهذا الملف انهم يستدعيوا الشهود او المحيط غنسميه ديال المرحوم. اخر واحد شافوه، اخر واحد جلس معاه، العائله ديالو، هادشي كيف دار معروف. لكن ملي كتستدعى السيده الارمله ديال المرحوم من نفس البيت كتستدعى الابنه الصغيره وما كتستدعاش الابنه الكبيره، كتواجد في فرنسا كانت في المغرب اكثر من مره، وما كتستدعاش سي طارق مش كان ساكن تما ما ساكنش تما معاهم ماشي معاهم، هادشي على كل حال كيتشاف. الزوجه ديال سي طارق اللي معروف بان كانت في الدار وهادشي صرحت به هي، خصوصا انها كتقول لها بايته تما وشاهده على كل شيء. الشاهده على كل شيء انا بغيت نعرف على الشهاده واش مشات واش ما شافش، واش قاضي التحقيق دار هاد الخدمه باش ما نظلموش، لان يمكن يكون دار هادشي وفي خبرناش ولا انا كنأكد لكم بان على حسب المعلومات اللي عندي ان باقي ما دارش. واذا ما دارش علاش؟ الا ما دارش علاش؟ بقى عندنا بزاف، باقي بزاف هذا الموضوع غير اللي كاين دابا عاد الحوايج اللي غيجيو مستجدات.
إذا هذا الاتصال أو اتصالات اللي كانت من الهاتف ديال المرحوم حسبناها يعني ساعتين ديال المكانة، ساعتين ديال المكانة اتصل المرحوم مع الخمسة جوية الخمسة الصباح اتصل بواحد القريب ديالو هو أمني كذلك، قريب ديالو نقول لكم في الدرك، هم قريب ديالو من جهة الأب ديالو ماشي من جهة الزوجة، يعني من عائلة المرحوم، اتصل به مع جوية الخمسة مع الخمسة وخمسة وعشرين اتصل بطريق ربيبو، هذا الشيء صرح به المعني بالأمر. مع الستة ديال الصباح أي بعد نص ساعة، يعني كل نص ساعة كيتصل. بعد الستة ديال الصباح الزوجة ديالو اللي قالت للناس في عزو أن اتصل بيا مع جوية الستة وكان فيا الناس التليفون ورميته. عا الراجل هذاك قاعد اش غادير به؟ وبعد منها بنص ساعة حوالي نص ساعة، هذه المرة 46 دقيقة، اتصال اللي اتصل بالشرطة باش يحضروا العيل المكان أن كاين واحد الكسيدة وإلى آخره. نص ساعة أخرى من بعد يعني حوالي السبعة أو السبعة قلت شي شوية، ما بين ستة ونص وسبعة، يلا خليوها هكذا باش ما نعطيوش داك الشيء بالفصيلة، وهذا ما بين ستة ونص وسبعة اتصل بالسيدة اللي شايفة كل شيء اللي كاينة معاها في الدار، ومع السبعة طفى التليفون. إلى منطقة طفى التليفون، المكان اللي طفى فيه التليفون، إلى آخره من الأسئلة. سبحان الله العظيم، طفى التليفون مع السبعة، والزوجة قالت لك بأن جاو عند البوليس مع السبعة شعلموها بالوفاة ديال المرحوم مع السبعة، سبعة سبعة ونص هكذا سمعوها، يمكن نكون غلط أنا ولا ما سمعتش مزيان، سبعة سبعة ونص التليفون طفى مع السبعة، يعني المرحوم مات وعاود فاق مش عطا طفى تليفونو فين قلت طفى؟ إنا متر كاري من الدنيا طفى، إنا متر كاري من الشبكة أو نقولوا من سلاهم الرباط طفى هذا التليفون. كتبان لينا شي حاجة، ماشي شي حاجة، بزاف ديال الحاجات بحال هاد الأمور هادي الطراف دول، وسمحوا لي نقولوها أن مرة مرة خصنا نقارنوا نفسنا نفوسنا. معليش نوقفوا هنايا، شفتوا على ملف ديال هاد الكولوري مسكين حتى هو، هاد الناس هاد الناس خطار هاد الناس. نرجعوا لقيلوش، قيلوش اللي كتخرج تحنزز فينا، تخرج ضرب فينا، تخرج تسبنا، تخرج تمربط بينا الارض. قيلوش نتايا مشتبه بيك وعندك اغلاق الحدود، انت ولا امك ولا مرتك، وتخرج وتسب مازال، وبغيتي قاعد تحشم، بغيتي قاعد تحشم. واش غنقول لك؟ نعاود نرجع، مصيرك تحصل معايا، مصيرك تحصل. خوتي خواتاتي، غنبقاو كل مره نحطو شويه ديال الكولونيل وديال قيلوش، لان جريمه متشابهه. هذاك كولونيل غدروه قتلوه، هذيك عاوتاني المرحومه شعاد تقتلات مغدوره بالسم وبلا الاصابات وبلا الضرب اللي كان عندها. المتتبعين ديالي الله يطول لكم العمر، طلعوا هاد الفيديو، ديروا لايكات، خليوا هاد الناس يتفضحوا، خليوا هاد الناس دغيا القضاء النازي ديالنا ينصف دوك الناس اللي توفوا على يديهم، يبان المجرم شكون هو، يبان القاتل شكون هو، ياخذ اقصى العقاب. حنا ما بغيناش المؤبد، حنا بغينا اليوم الاعدام باش يكونوا عبره لواحد اخرين. يلا متتبعين ديالي الغزلان، تحيه كبيره ليكم، وكيف العاده لقطعت انت هذا ما عليكم. قيلوش يا قيلوش يا قيلوش، شوفوا.